الثانية صباحا 11 بتوقيت غرينتش، موجز إخباري جديد يأتيكم من القاهرة، أهلا بكم. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي دعم مصر الثابت والتاريخي للشعب الفلسطيني الشقيق. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي لنظيره الفلسطيني محمود عباس. هذا وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي بأن الرئيس السيسي أعرب عن ترحيب مصر باستضافة اجتماع الفصائل الفلسطينية والذي انعقد بمدينة العالمين الجديدة بحضور الرئيس الفلسطيني، خاصة ما يتعلق باستكمال الحوار بهدف الوصول لإنهاء حالة الانقسام واستعادة الوحدة الفلسطينية. من جانبه توجه الرئيس الفلسطيني بخالص الشكر والتقدير للرئيس السيسي على استضافة مصر لهذا الاجتماع المهم واحتضانها التاريخي للقضية الفلسطينية. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة متابعة جهود تقنين أوضاع المواطنين وإنهاء ممارسات الاستيلاء على أراضي الدولة، مشددا على ضرورة منع المزيد من التعديات بالتوازي مع سرعة الانتهاء من إجراءات التقنين بما يحقق مصالح المواطنين والمصلحة العامة. جاء ذلك خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وعدد من الوزراء ومستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، حيث صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي بأن الاجتماع تناول عرض الموقف التنفيذي لتقنين واسترداد أراضي الدولة بمختلف محافظات الجمهورية بما في ذلك حالات التصالح، حيث تم استعراض نتائج الجهود الجارية للحفاظ على حقوق الدولة والشعب وحماية الأراضي الزراعية. أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن الدولة بمختلف أجهزتها ومؤسساتها تعمل جاهدة من أجل توفير كل سبل الدعم والمساندة لأبنائها بالخارج. وفي كلمته في افتتاح مؤتمر المصريين في الخارج في نسخته الرابعة، أكد مدبولي الحرص على تيسير سبل ربط المصريين في الخارج بالوطن الأم، وكذلك الاستعانة بالخبراء والعلماء المصريين بالخارج للمشاركة في مختلف مناحي التنمية بالدولة والمساهمة في تنفيذ المشروعات القومية بمختلف القطاعات. تنطلق اليوم جلسات المحور الاقتصادي بالحوار الوطني بحضور واسع من مختلف أطياف المجتمع. هذا وتناقش لجنة العدالة الاجتماعية تفعيل مبدأ تكافؤ الفرص، كما تناقش لجنة الدين العام وعجز الموازنة إشكاليات وحلول الدين العام. أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أن صافي عوائد مهرجان العالمين سيتم التبرع بها لمبادرة حياة كريمة. هذا وأكدت الشركة المتحدة أن هذا التبرع يأتي إيمانا منها بالدور الذي تلعبه مبادرة حياة كريمة في توفير حياة كريمة للفئات الأكثر احتياجا، كما تهدف إلى التخفيف عن كاهل المواطنين في الريف والمناطق العشوائية في الحضر، بالإضافة إلى الارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للأسر في القرى الأكثر احتياجاً. أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا ارتفاع عدد ضحايا الاشتباكات بمخيم عين الحلوى للاجئين الفلسطينيين في لبنان إلى 11 شخصا. هذا وأضافت الأونروا أن العنف المسلح أسفر أيضا عن إصابة 40 شخصا من بينهم أحد موظفي الوكالة، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن العنف المسلح المستمر في مخيم عين الحلوى للاجئين الفلسطينيين يؤثر على المدنيين بمن فيهم الأطفال ويتسبب بفرار العائلات بحثا عن الأمان.
مشاهدينا، بهذا نكون قد وصلنا لختام الموجز، ولمزيد من الأخبار يمكنكم دوما تحميل تطبيق أكسترا نيوز من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي أو من خلال الكيو آر كود الظاهر على الشاشة. شكرا على طيب المتابعة، تقبلوا تحياتي إسراء العقاد، إلى اللقاء.